السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. لاله خديجه بخير؟ لاباس الله يبارك فيك. اش اخبارك لاله ناديه؟ كي دايره مع الصحيحه؟ الله يبارك فيك الحمد لله. يسوفك الخير ربي يخليك. الله يجازيك بخير. اهلا وسهلا، نتمنى انك تكوني في احسن حال. الله يجازيك بخير. تحيه لك بعدا والمستمعات الكريمات كاملين. شكرا لك. وحشناكم. غبورات هذه لاله ناديه. ايوا كاين عام يغبر لاله خديجه. ياك انت مزيانه بعدا. الحمد لله لاله ناديه، الله يطول عمرك. الله يخليك. مرحبا بك. اهلا وسهلا. تفضلي. واحد نعطيك واحد كرواسه كدي زوينه. واخا تفضلي. اذا كان باقي الوقت. فيها واحد 600 غرام ديال الفرص. شحال ديال الفرص؟ 600 غرام. 600 غرام ديال الفرص. معلقه ديال خميرة الخبز اللي تكون شوك خميرة فورية. هي ثلاثة المعالق ديال سنيدة. ثلاثة المعالق سنيدة. واحد قبيصة ديال الملح. قبيصة ديال الملح. واحد معلقة صغيرة ديال خميرة الحلوة. نعم خميرة الحلوة. واحد بيضة مضربة. بيضة. وكاس ديال الياغورت يكون طبيعي. وكاس ديال الياغورت طبيعي. مسوس. وثلاثة المعالق ديال الزبدة مذوبة. ثلاثة المعالق الزبدة مذوبة. وخلاص باش غنورقوا ب 150 غرام ديال الزبده ديال التوراق والماء دافي باش نجمعوا هاد العشيد. واخا لالا. كناخذوا واحد الجلافه كنديروا فيها خميره ديال الخبز. وسنيده. نعم. ومعلقه ديال الفرص. من ديك 600 غرام. نعم. ونص كاس ديال الماء وكنخليوها واحد ربع ساعه باش تطلع ديك الخميره فيها. وكنعملوا هاد المقادير كامله وكنزيدوا عليها ديك الزلافه اللي ذوبنا ديال الخميره ديال الخبز مع السميده ومعلقه ديال الفرص. وتندلكوا مزيان. نعم. هادي بالنسبه اللي كتجي بحال الكرواسه وليبتيبان اللي برا، ولكن بهذه الطريقه كتجي بحال العجين المورق اللي السيدات ما تيستعملوهش في الدار. نعم. وكندلكوها مزيان وتنغطيوها نخليوها ترتاح واحد نص ساعه. كناخذوا الطابله ديالنا ولا الفخامه ترشوها بالفرص وكنطلقوا العجين كامل. هذيك العجينه كامله تنطلقوها. نعم. كنطلقوها رقيقه وتنعمروها بديك الزبده 150 غرام ديال الزبده ديال التوراق وكنلفوا على شكل رولو لاله خديجه. واخا. وكنقسموه على جوج وكندخلوه الثلاجه نخليه واحد مده ساعتين. ملي تنخرجوه دائما مغطي بلاستيك، ملي كنخرجوه كنوليو نشلو ذاك الرولو. نعم. كنحلو وكنقطعو على شكل هلاليات. واخا. ونعمروها باش ما بغينا، يا بالشوكولات يا بعقده اللوز يا اي حاجه، ونديرو على شكل هلال. ونخليوها ترتاح واحد شويه وكندهنوها بالصفر البيض. وندخلوها الفرن بالصحه والراحه. الله يعطيك الصحه لاله ناديه. الله لاله خديجه. تبارك الله عليك. ما عندي ما نقول، كنحييك كثير وشكرا لك وشكرا لكل حد قالت